بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 27. وعلى آله وأصحابه أجمعين. جعل الله سبحانه وتعالى في مرور الليالي والأيام عبرة لأولي الألباب، فشهر رمضان الكريم هل على المسلمين وفرحوا به وارتبطوا به، ثم طويت أيامه بسرعة ولم يبق منه إلا القليل، ولكن من كان مجتهداً في هذا الشهر كله فعليه بالإتمام، عليه بإتمام ما أسلف في هذا الشهر، ومن كان مقصراً فعليه بالتوبة، وختام الشهر بالتوبة، فإنما الأعمال بالخواتيم. هذا شهر عظيم مر بنا أكثره ولم يبق إلا قليله، ونحن الآن في أخريات العشر الأواخر التي هي أفضل الشهر. هذه العشر هي أفضل الشهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، وأنه صلى الله عليه وسلم يزيد اجتهاده فيها بالعبادة، صلاة الليل وإحياء الليل والحث على قيام الليل، على قيام هذه الليالي بالخصوص، مما يدل على فضل هذه العشر المباركة. من فضائلها أنها هي العشر التي أحرى ما تكون لليلة القدر التي فضلها الله سبحانه وتعالى، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله. إن هذا الشهر يتبع بالطاعة، يتبع بالعبادات. أولاً يتبع بالتكبير، قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والتكبير يكون في ليلة العيد إذا ثبت هلال شوال، يبدأ التكبير إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، كله وقت للتكبير عملا بقوله تعالى: ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداك ولعلكم تشكرون. ومما يتبع به هذا الشهر ويختم به صدقة الفطر، صدقة الفطر وهي زكاة عن النفس، زكاة عن البدن، ولذلك تجب على الغني والفقير. الذي عنده، الفقير الذي عنده ما يكفي ليومه وليلته، إذا كان عنده فاضل، إذا كان عنده فاضل عن قوت يومه وليلته وقوت من يمونهم، فإنه تجب عليه صدقة الفطر.
تجب على الذكر والأنثى والحر والعبد، على الصغير والكبير، لأنها زكاة عن البدن، وهي طهرة للصائم، طهرة للصائم مما قد يكون علق به من التقصير في هذا الشهر في الصيام، فهي طهرة له، وهي طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، لأن يوم العيد ما في عمل يقتات منه المساكين، ما في عمل، الأعمال تعطل، المحلات تغلق، فالمساكين بحاجة إلى أن يعطوا ما يكفيهم هذا اليوم، إلى أن يعطوا ما يكفيهم هذا اليوم الذي ليس فيه طلب للرزق وليس فيه كسب، لأن محلات الأعمال تعطل يوم العيد، فيعطون ما يكفيهم لأجل أن يفرحوا مع الناس في هذا اليوم. ومقدارها صاع، بالصاع النبوي، مقدار الفطرة صاع، الصاع النبوي الذي هو 4 أمداد، وبالكيلو 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو، وزن 3 كيلو تقريبا، فإذا أخرج 3 كيلو فقد أخرج الصاع النبوي، لأنه عندما حرر وجد أنه يقارب 3 كيلو، فإذا جعله 3 كيلو يكون أحوط، هذا مقدار الصاع. ويخرج من قوت البلد، من قوت البلد، إن كان البلد يقتات بالبر يخرج البر، إن كان بالشعير يخرج الشعير، إن كان بالذرة يخرج الذرة، إن كان بالأرز يخرج الأرز، من قوت البلد، صاع من قوت البلد. وتعطى للفقراء، صدقة الفطر تعطى للفقراء، ولا بأس أن يجمع أهل البيت، يجمعون زكاتهم ويدفعوها لفقير واحد، ما في بأس، أو لجماعة من الفقراء، سواء دفعوها لواحد من الفقراء أو لجماعة من الفقراء. ويخرجها في البلد الذي وافاه تمام الشهر وهو فيه، لأنها تابعة للبدن، فيخرجها في البلد الذي أدركه انتهاء شهر رمضان فيه، هذا هو الأصل والسنة، يعطيها لفقراء ذلك البلد الذي هو فيه، ولو لم يكن بلدا له في الأصل، لأنها تابعة للبدن. وإن أخرجها في بلد آخر، وكل من يخرجها عنه في بلد آخر، أجزأ ذلك، المهم أنه يخرجها، ولكن الأفضل أن يخرجها في البلد الذي يوافيه العيد وهو فيه، وإن أخرجها في بلد آخر فلا بأس، يعطيها لفقراء في أي بلد من فقراء المسلمين. ووقت إخراجها يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد، غروب الشمس ليلة 1 من شوال، ويستمر إلى أن يخرج الناس لصلاة العيد، فلا يذهب إلى صلاة العيد إلا وقد أخرج صدقته، ولا يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد.
وكونه يخرجها عند خروجه لصلاة العيد أفضل من إخراجها في أول الليل، ويجوز أن يخرجها قبل ليلة العيد بيوم أو يومين، 28 رمضان أو 29 رمضان لا بأس، يوم أو يومين كما كان السلف يفعلون ذلك. ومما يختم به هذا الشهر العظيم صلاة العيد، صلاة العيد يخرج المسلمون إلى المصلى ويصلون العيد إذا ارتفعت الشمس، ويخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة يذكر الناس، يتبع شهر رمضان لصلاة العيد وهي سنة مؤكدة، وبعض العلماء يرى أنها واجبة، بعضهم يرى أنها فرض كفاية، بعض العلماء يرى أنها واجبة على الأعيان على كل مسلم، بعضهم يرى أنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، بعضهم يرى أنها سنة، والصحيح إن شاء الله أنها فرض، الصحيح أنها فرض وأن الإنسان لا يتركها لأنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، يخرج إليها ولا يتكاسل لأنها ختام الشهر، مشهد عظيم يخرج المسلمون لربهم بعد أن أدوا ركنا من أركان الإسلام، يخرجون لصلاة العيد. قد جعل الله بعد كل أداء ركن عيدا، جعل بعد الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الأعظم جعل عيد الأضحى، وجعل بعد رمضان الذي هو ركن الذي صيامه ركن جعل عيد الفطر، فهذان العيدان كل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام، هذا بعد أداء ركن الصيام وذاك بعد أداء ركن الحج عيد الأضحى. وليس للمسلمين أعياد غير العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد المسلمين. يوم الجمعة يسمى عيدا، عيد الأسبوع، ولذلك يجتمع المسلمون ويصلون الجمعة فهي عيد الأسبوع، وليس هناك للمسلمين أعياد غير هذه الأعياد الشرعية، ما كان من أعياد غير هذه الأعياد الشرعية فهو من أعياد الجاهلية وهو مبتدع بدعة في الإسلام. ومما يتبع به هذا الشهر العظيم صيام 6 أيام من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر، و6 أيام عن 2 شهر، كل يوم عن 10 أيام، فيكون المجموع 12 شهرا، هذا هو السنة. فإذا صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام السنة كلها في الفضل، له أجر، يعني له أجر من صام السنة كلها، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ويجوز صيامها، صيام 6
متتابعة ويجوز صيامها متفرقة، ويجوز صيامها في أول الشهر بعد العيد مباشرة وهذا أفضل، ويجوز صيامها في وسط الشهر، ويجوز صيامها في آخر الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم أتبعه ستا من شوال، وهذا يشمل كل شوال، إذا صامها من شوال في أوله في وسطه في آخره متتابعة متفرقة كل ذلك يحصل به إقامة السنة ويحصل به الأجر الذي بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنما صام الدهر. إن المسلم لا ينتهي عمله برمضان مثل ما يفعل بعض الناس المغرورين، المسلم يستمر عمله إلى الموت، وإنما رمضان زيادة خير له، وإلا فالمسلم يستمر عمله إلى الموت، إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أما قبل الموت فعمله لا ينقطع متواصل. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وما رمضان إلا زيادة خير، وما رمضان إلا تدريب على الخير، تدرب الإنسان على قيام الليل، تدرب على الصيام، تدرب على الصدقة، هو شهر تدريب على العبادة. أما الذي يجتهد في رمضان وإذا خرج رمضان ضيع، فهذا لا يحصل له المطلوب. سئل بعض السلف عن قوم إذا دخل شهر رمضان اجتهدوا في العبادة، ثم إذا خرج تكاسلوا وضيعوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالواجب على المسلم أن يستمر عمله في كل السنة، يكون له نصيب من قيام الليل، لا يتركه من كل ليلة، لا سيما في آخر الليل وقت السحر، يكون له نصيب من صيام التطوع، صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام شهر المحرم وأفضله التاسع، أفضله العاشر، أفضله العاشر والتاسع يوم عاشوراء، هذا أفضل شهر محرم. وإن صام كل شهر محرم فذلك حسن، قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وإذا كان عنده رغبة في الصيام، زيادة رغبة، فيصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كذلك لا يكون آخر عهدك بالقرآن انتهاء شهر رمضان، اجعل لك حزبا من القرآن تقرأه كل يوم وتداوم عليه حتى تختم القرآن، تختم القرآن في شهر، تختم القرآن في كل عشرة أيام، تختم القرآن في كل ثلاثة أيام. أما إنك ما تقرأ القرآن إلا في رمضان هذا حرمان، لا تحرم نفسك من تلاوة القرآن،
وتظن أنه ما يتلى القرآن إلا في رمضان. كذلك الصدقات، أن تتصدق في رمضان تصدق في غير رمضان، لأن الفقراء موجودون في رمضان وفي غيره، وحاجتهم باقية في رمضان وغيره، فلا تظن أن الصدقة إنما محصورة في شهر رمضان، بل هي في، لكن هي في رمضان أفضل، وإلا فشرعية الصدقة باقية طول السنة على حسب الحاجة. أنت تعودت في هذا الشهر، تعودت الآداب الشرعية، أمسكت لسانك عن الكلام المحرم، أمسكت بصرك عن النظر المحرم، أمسكت سمعك عن السماع المحرم، فليكن هذا صفتك كل السنة، أمسك لسانك عن الآثام والفحش، أمسك بصرك عن النظر إلى ما حرم الله، للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا عام في الشهر في رمضان وغيره. تجنبت سماع المعازف والمزامير والأغاني في رمضان، تجنبها في كل وقت، لأنها خسارة وإثم، والأغاني والمزامير تزرع الشر في القلوب، تزرع الشهوة في القلب، وتدعو إلى فساد الأخلاق، لأن أغلبها في العشق والغرام ووصف النساء، وصف الخدود والقدود وما وهكذا. كل الأغاني اللي تذاع الآن والتي تسجل ما تجدها إلا في النساء، كلها وصف النساء والغرام والعشق وغير ذلك، لأن الشيطان، لأن هي قرآن الشيطان، الأغاني قرآن الشيطان، هي قرآن الشيطان. وأما كلام الله جل وعلا فهو قرآن الله جل وعلا، ولهذا يقول العلامة ابن القيم: حب القرآن وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. ما يجتمع في قلب واحد حب الأغاني وحب القرآن، لأنهما ضدان، الضدان لا يجتمعان. ما يجتمع في قلب مسلم حب قرآن الشيطان وقرآن الرحمن، لا بد يكون مع أحدهما. فعليك أن تحفظ سمعك عن هذا الإثم وهذا اللغو، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، ووفقنا لمواصلة الأعمال الصالحة إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل، يقول متى أخرج صدقة الفطر إذا لم ألحق ببلدي قبل أسافر؟ تخرجها مثل ما ذكرنا في قبل العيد بيومين، أو الأفضل أنه ليلة العيد إلى أن تخرج لصلاة العيد، تخرجها في البلد الذي أنت فيه. وإن وكلت من يخرجها في بلدك أو أهل بيتك أو أولادك في بيتك، اتصلت عليهم، تتصل عليهم وتقول أخرجوا صدقة الفطر عني وعنكم في بلدكم، لا بأس بذلك. هذا يسأل عن الجمع، جمع بين الصلاتين في السفر، كيف يجمع بين الصلاتين؟ تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.
إما أن تقدم العصر وتصليها مع الظهر في وقت الظهر، والعشاء تقدمها وتصليها مع المغرب في وقت المغرب، وهذا يسمى جمع التقديم. وإما أن تؤخر الصلاة الأولى، تؤخر الظهر صليها مع العصر في وقت العصر، وتؤخر المغرب وتصليها مع العشاء في وقت العشاء، وهذا يسمى جمع التأخير. هذا يسمى جمع التأخير. أنت بالخيار بين جمع التقديم وجمع التأخير، تفعل ما تراه أرفق بك، ما تراه أرفق بك. نعم. ليسأل أقول هل يجوز إخراج صدقة الفطر في وسط، في أول أو وسط رمضان؟ قال بهذا بعض العلماء، لكن الصحيح أنه ما تخرج إلا ليلة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان السلف يفعلون هذا. نعم. هذا يسأل عن رجل جامع زوجته وهي حائض، هذا حرام. قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ألا يجوز جماع الحائض؟ حرام. وإذا فعله يجب عليه التوبة ويجب عليه الكفارة، أن يخرج دينارا مثقال من الذهب أو نصفه يعطيه للفقير كفارة لما حصل منه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمرأة مثله، تجب عليها الكفارة إذا كانت منقادة له. أما إذا كان قد أكرهها بغير اختيارها فليس عليها شيء. هذا يسأل عن الإنسان اللي عنده سيارات يبيعها بالتقسيط. نعم، هذه سلع تجارة، يجب عليه يثمنها باللي تسوى، يثمنها عند تمام الحول على الدراهم التي اشتراها بها، الدراهم التي اشتراها بها، يثمن السيارات بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر من القيمة المقدرة لها. هذا يسأل يقول: إذا في القنوت، إذا الإمام أخذ يثني على الله تباركت وتعاليت، وماذا يقول المأموم؟ يقول سبحانك، يقول سبحانك، وإذا دعا يقول آمين، يؤمن على دعائه. نعم. هذا يسأل عن المعتكف في الدور الثاني من الحرم، هل له ينزل إلى الدور الأرضي لحضور الدرس؟ نعم، لا بأس بذلك، المسجد واحد الحمد لله، ما دام أنه داخل المسجد له يتنقل من مكان إلى مكان فيه لأجل حضور الدرس أو سماع الفائدة. طيب، لا بأس. هل إخراجهم لفطرة يكفي؟ نعم، ذكرناه، قلت إذا وكلتهم، إذا عمدتهم وقلت أخرجوا زكاة الفطر عني معكم فلا بأس بذلك، أو غيرهم، أو وكلت غيرهم، كله سواء. نعم. هذا يسأل عن قيمة الدينار الإسلامي بالريال السعودي، هذا تسأل الصيارفة، اسأل الصيارفة يعلمونك عن سعر الذهب، لأن سعر الذهب يرتفع وينخفض، ولا يعرفه إلا الصيارفة. هذا يسأل عن، يقول: من وجد ماله المسروق عند السارق هل يأخذه؟ هذا إنما ورد في المفلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما المسروق هذه دعوة، يحتاج إلى حكم حاكم، يحتاج إلى حكم حاكم. أما إن كل واحد يأخذ يقول هذا لي وهذا أخذه من، هذه دعوة.
ولا يصدق الإنسان إلا ببينة، ولا يعتمد البينة إلا القاضي. نعم. هذا يسأل عن إنسان عنده أراضي للبيع، عرضها للبيع وعنده دراهم، كيف يخرج الزكاة؟ يثمن الأراضي بل يتسوى الوقت الحاضر ويجمل قيمتها مع الدراهم اللي موجودة عنده، يخرج ربع العشر من الجميع. نعم. هذا يسأل عن صبغة الشعر للنساء. صبغ الشعر للنساء والرجال، الشيب يصبغ، يغير الشيب، لكن بغير السواد، بغير السواد الخالص، يغير بلون غير السواد الخالص، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الشيب يصبغ، أما غيره من الشعر الذي على لونه الخلقي ولا فيه تشويه ولا فيه شيب يترك على حاله ولا يغير. نعم. هذا يسأل عن الإنسان إذا انتقض وضوءه في أثناء الطواف، يبطل طوافه مثل ما لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، مثل ما لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة يبطل طوافه، عليه الخروج والتوضي ثم يعود ويبدأ من جديد، يبدأ الطواف من جديد. نعم. هذا يسأل: هل الحجاب تغطية الوجه؟ نعم، تغطية الوجه من الحجاب. الحجاب أن تستر المرأة جميع بدنها، هذا هو الحجاب، أن تستر جميع بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. والوجه أشد فتنة من غيره، أولى بالستر من غيره لأنه أشد فتنة، وتستر جميع بدنها عن الرجال، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب، حجاب يعني ساتر للمرأة، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الجلال الكبير الذي تلتحف به المرأة، فإذا جاء الرجال غطت وجهها، أدنت منه على وجهها، غطته، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه وبينه بأنه أدنى ثوبه على وجهه، لما سئل أدنى ثوبه على وجهه، يبين للسائل ما معنى يدنين من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. نعم. باقي السؤال هذا يسأل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الذي أنا أنفق عليه؟ لا، ما دام أنك تنفق عليه فقد أغنيته عن الزكاة، فلا يجوز تعطيه إياها، تعطيها الواحد ما لها حد ينفق عليه. نعم. هذا السؤال الثاني يقول: أنا صائم في السعودية وراجع إلى بلدي، هل أفطر معهم؟ حكمك حكم البلد الذي أنت فيه عند نهاية الشهر، إذا أفطر الناس أفطر معهم، وإن صاموا تصوم معهم، قوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والصوم يوم يصوم الناس، فلا تخالف الناس، وإن نقصت الأيام فإنك تقضي يوما. إذا أفطروا هم قبل أن تكمل تفطر معهم وتقضي يوم الذي نقص عليك. هذا يسأل يقول كأنها امرأة، يقول: جاءت من المدينة ولم أحرم، وذلك لمرض شديد، والآن بحمد الله أنا بصحة جيدة، فماذا علي؟ نعم، إذا أردت الإحرام بالعمرة تخرج للتنعيم، تحرم من التنعيم، لأنك يوم تجي من الميقات ما نويت عمرة بسبب المرض، ما نويت عمرة بسبب المرض، زال المرض وانت في مكة تخرج للحل وتحرم بعمرة. نعم. هذا يسأل يقول: هل الراتب تجب فيه الزكاة؟ إذا توفر من الراتب، إذا توفر منه نقود واجتمعت نقود تبلغ النصاب
تم عليها سنة تجب فيها الزكاة. نعم. هذا يسأل يقول من سجد على الطاقية هل سجوده صحيح؟ نعم سجوده صحيح، سجد على الطاقية على العمامة على طرف ثوبه على ما في بس، لكن إذا لم يكن هناك سبب لاتخاذ الوقاية فكونه يباشر المصلى لجبهته أفضل. أما إذا كان يحتاج إلى وقاية، المكان حار بعد الشمس مثلا أو فيه شوك أو حصى يحتاج أنه يجعل وقاية تحت جبهته لا بأس بذلك. هذا يسأل يقول إن أبي وعمي بينهم سوء تفاهم ولا أدري وش السبب من سنتين، هذا ما هو طيب بين الأقارب وبين الإخوة، فعليك أنك تسعى بالصلح بينهما، تسأل عن السبب وتحل مشكلتهم، تكون واسطة خير ومصلح. نعم. هذه امرأة تسأل تقول إذا وقع من ثدي لبن إلى فم زوجي فهل علينا إثم في ذلك؟ هذا عبث، هذا عبث ولا ينبغي، ولكن هذا اللبن لا أثر له ولا تحريم له، الكبير رضاع الكبير لا يحرم، إنما يحرم الرضاع قبل الفطام في الحولين، رضاع الكبير لا أثر له ولا يحرم، لكن يتجنب هذا العبث، لأن بعض العلماء يقول يحرم، فكونه يتجنب هذا الشيء أحوط له وأبعد عن الشبهة. نعم. أنا يسأل عن التبرك بالأشخاص، العلماء أو الأئمة، ما يجوز التبرك بالأشخاص إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، الرسول في حياته يتبرك به صلى الله عليه وسلم وبمن فصل من جسده الشريف من عرقه أو ريقه أو ثيابه، أما غيره فلا يتبرك بأحد. أفضل الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وما كان الناس يتبركون به ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالصحابة، ما يتبرك بشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وما عداه لا يتبرك بأي شخص. نعم. هذا يسأل إذا جاء الإنسان من مصر مثلا يريد المدينة، يريد المدينة من مصر ميقاتها الجحفة، لكنه ما يريد مكة، يريد المدينة، ولا منه خلص من المدينة يبي يجي لمكة. نعم يروح للمدينة ويزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، فإذا رجع إلى مكة يحرم من ذي الحليفة، يحرم من ميقات المدينة لا بأس. هذا يسأل عن غسل يوم الجمعة، هل هو خاص بالمتزوج؟ لا، ما هو خاص بالمتزوج، عام لكل مسلم سواء كان متزوجا أو غير متزوج، يستحب له أن يغتسل يوم الجمعة. نعم. هذا يسأل عن الإنسان إذا فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة، يدخل مع الإمام في الباقي ويعتبره هو الأول له، فإذا سلم الإمام يكمل التكبيرات، يكملها على صفتها ويسلم، كملها على صفتها ويسلم. نعم. هذا ما هو واضح السؤال، يقول إذا صار الإنسان عنده، إذا صار الإنسان عنده بضائع، عنده بضائع وجاء واحد يبي يشري منه بعض هذه البضائع، وش المانع؟ يبيع عليه، بيع عليه حال ولا مؤجل؟ ما في مانع. نعم. إذا كانت البضائع موجودة عنده يملكها، إذا كانت موجودة ويقدر على تسليمها يملكها، له أن يبيعها على الزبون بثمن حال أو بثمن مؤجل. هذا تسأل أو يسأل إنه نذر إن نجح في الدراسة إنه يصوم كل اثنين وكل خميس طوال العام الدراسي، هذا يجب عليه يفي، إذا كان نجح يجب عليه إنه يصوم الاثنين والخميس طول العام الدراسي، إن كان يقصد عام معين وينتهي بنهاية العام، إن كان أنه ما يقصد عام معين يقصد جميع حياته فهو يلزم أنه يصوم الاثنين والخميس طول حياته وفاء بنذره. نعم.
هذا كثر السؤال عنه، التبرك بالكعبة وجدار الكعبة، هذا ما له أصل، ما له أصل. تبرك بالمباني وبالمقامات ما له أصل هذا، ولا دليل عليه، ما عليه دليل. وإنما الكعبة المشرفة يشرع الطواف حولها واستقبالها في الصلاة والحج والعمرة، هذا اللي يشرع. أما التعلق بأستارها أو التبرك بجدارها هذا لا أصل له. نعم. هذا يسأل عن إنسان أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم دخل مكة ثم خرج خارج المواقيت، فهل تجب عليه عمرة أخرى؟ لا، ما تجب عليه عمرة أخرى، لكن إن أراد أنه يعتمر عمرة أخرى فله ذلك زيادة خير، وإن لم يرد تكفي العمرة الأولى ويتمتع بها إلى الحج. هذه تسأل عن تناول حبوب منع الحمل وإجراء عملية ربط الرحم، هذا قرر الأطباء أنه مضطر إلى الحبوب هذه عليها ضرورة لها، أو مضطر لربط الرحم، ما يبيح هذا إلا الضرورة، إذا قرر الأطباء أنها ضرورية فلا بأس. أما أنه تعملها بدون استشارة الثقات من الأطباء فلا يجوز هذا. هذا يسأل أنه جاب عمرة، هو مصري وجاب عمرة، هل يجوز له يجيب عمرة ثانية من أبيار علي؟ لا بأس، لا بأس، إذا كان أدى العمرة وراح للمدينة ويريد يرجع المكة يأخذ عمرة ثانية من أبيار علي زيادة خير. هذا يسأل يقول إن متابعة المؤذن سنة، إنك تقول مثل ما يقول المؤذن، إذا كبر تكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لكن يقول إذا قال الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ماذا أقول؟ تقول مثله، تقول الصلاة خير من النوم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولا يستثنى من هذا إلا الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، ما تقول مثله، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لما جاء في الحديث. لا يسأل عن الإعلان عن شخص إنه مريض لأجل الدعاء له، لأجل طلب الدعاء له في جريدة أو في الإنترنت، يقال فلان مريض ادعوا الله له، ما له داعي هذا، هذا ما له داعي. المرضى كثيرين، المرضى كثيرون، إنما الوفاة إذا توفي يقال إن فلانا مات يصلى عليه في المكان الفلاني لأجل حضور الصلاة عليه، لأجل حضور الصلاة عليه، وما عدا ذلك لا داعي إلى ذكر المرض وذكر. نعم. هذا يسأل عن الأعجمي اللي ما يعرف العربية، ما ينطق العربية، قراءة القرآن والعلم للفهم. القرآن ما يقرأ إلا بلسان القرآن، لسان العربي، ما يقرأ بالأعجمي، لكن يمكن يقرأ تفسيره، تفسير القرآن يمكن يترجم، أما القرآن نفسه فلا يمكن ترجمته لأنه معجز، فلا يمكن تجيب كلمات توافق كلمات القرآن أبدا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالقرآن نفسه لا يترجم، وإنما يترجم تفسيره، تفسير القرآن هو اللي يترجم. ولذلك الترجمات الموجودة الآن ما يقال ترجمة القرآن، يقال ترجمة معاني، ترجمة معاني القرآن يعني التفسير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.